فحلقة النهاردة هنسلط الضوء على بلد النص مليون بحيرة، هنشوف سحر طبيعة النرويج ونتعرف على أهم معالم عاصمتها. فحلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس. لف وشوف مع منفيس. لف وشوف مع منفيس كل خميس. على نهر أكر في جنوب شرق النرويج بتقع أوسلو، عاصمة النرويج وقلبها الثقافي وبوابة جمال طبيعتها. بتبدأ جولتك في أوسلو العاصمة برحلة قصيرة بالعبارة لمتاحف بيجودي. علشان تتعرف على تاريخ أوسلو الغني، بداية من متحف سفن الفايكنج. علشان تشوف عرض مذهل لثلاث سفن بيرجع عمرهم ل 800 سنة. ويقال إن قادة السفن دي كانوا من أعظم البحارين اللي عاشوا في عصر الفايكنج. مروراً بمتحف فرام، علشان تتعرف إزاي طواقم السفن قدروا ينجوا من واحد من أكتر الأماكن خطورة وبرودة على الأرض في رحلتهم الاستكشافية الأولى للقطب الشمالي. وبتتوقف عند سفينة فرام، أقوى سفينة خشبية تم بنائها على الإطلاق، والسفينة ما زالت محتفظة بسجلات الإبحار اللي عملتها لأقصى الشمال والجنوب. وتزور كمان متحف كون تيكي علشان تتعرف على واحدة من المغامرات الملحمية اللي قام بيها واحد من أعظم المستكشفين تور هايردال لما أبحر من بيرو في غرب أمريكا الجنوبية لمجموعة جزر بولينيزيا في المحيط الهادي. على القارب المعروف باسم كون تيكي. وتختم بمتحف نوشك فولك، وده عبارة عن متحف مفتوح في الهواء الطلق بيضم 140 مبنى تاريخي ومجموعة كبيرة من المصنوعات اليدوية القديمة، وبيكون فيه في المتحف زي محاكاة لأجواء الموسيقى والرقصات الشعبية والحياة الريفية اللي كانت في الوقت ده. أوسلو مش بس بتفتخر بأعظم البحارة المستكشفين، ولكن كمان بصناع السلام العالمي في مركز نوبل بيس، واللي بيعرض في شاشات بالصور والنصوص ومقاطع الفيديو حياة وإنجازات اللي فازوا بجائزة نوبل للسلام في العالم. وتنطلق من بعده لمبنى البلدية، واحد من أشهر وأجمل المباني في العاصمة، وهو مش مجرد بس مبنى إداري، ولكن مبنى بيحكي تاريخ أوسلو وثقافتها عن طريق رسومات على طول الممرات والصالة الرئيسية، غاية في الروعة. والمميز في مبنى البلدية إنه المكان اللي بيتم فيه منح جائزة نوبل للسلام كل سنة في 10 ديسمبر. وتستكمل جولتك لتاني أجمل وأشهر مباني أوسلو، وهو دار الأوبرا والبالي. الدار مبنية على المينا مباشرة، وبتتميز بواجهة خارجية بيضة مايلة تقدر تتمشى عليها وتستمتع بمناظر بانورامية لأوسلو. أما القاعة الرئيسية من دار الأوبرا فهي مبنية من خشب البلوط على شكل حدوة حصان، وبتسعى ل 1370 متفرج. النرويج هي موطن لواحدة من الحكومات الملكية القديمة في العالم، وعلشان كده ما ينفعش يفوتك زيارة القصر الملكي، القصر اللي بيبهرك من الداخل بالتحف والتماثيل والثريات الضخمة الفخمة،
ومن أجمل قاعات القصر قاعة الملك أوسكار بديكورها الرائع. وتختم زيارة القصر بجولة خارجية في الحديقة وخصوصاً في الصيف، وتشوف عرض تغيير حراس القصر اللي بيكون كل يوم. زيارتك ما تكملش من غير جولة ترفيهية في واحد من شوارع أوسلو الرئيسية للتسوق، شارع كارل يوهانس، واللي يعتبر مقصد لكتير من السياح والسكان المحليين. بسبب كم المحلات التجارية الموجودة لأشهر الماركات العالمية، وكمان المطاعم والكافيهات. ولو بتدور على مركز تسوق فبننصحك بأكتر مراكز التسوق زيارة في النرويج، وهو أوسلو سيتي شوبينج سنتر في وسط البلد. المركز متكون من 5 أدوار وبيضم 90 محل من الملابس والأحذية والأدوات الإلكترونية ومستحضرات التجميل والمجوهرات وحاجات تانية كتير. أما اقتراحنا الأخير للتسوق والأكل فهي منطقة أكر بريجا على طول المرسى، فبتبقى فرصة إنك تتمشى قدام البحر أو تقعد على واحد من 40 مطعم وكافيه، أو تستكمل فقرة التسوق وسط 30 محل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبتك حلقة النهاردة اعمل لنا لايك، واكتب لنا في التعليقات البلد اللي حابب نتكلم عنها المرة الجاية، وما تنسيش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس علشان ما تفوتكش حلقتنا الجديدة.